الديفندر اوكتا اللي هي اقوى طراز حاليا موجود من ديفندر، واخيرا نزلوا هاي السياره اللي المفروض تطلع ب 3/7، هذا هو الاطلاق الرسمي، واتوقع راح نشوفها اول مره بجدود فيستيفال اوف سبيد. طبعا عم نحكي عن سياره صار عليها ماكينه جديده، فورمات جديد. خليني اخذكم شوي على التفاصيل اقرب عشان تعرفوا عنها اكثر. اول شيء راح نحكي عنه انه صار في محرك جديد على هاي السياره ب 4.4 لتر 8 سلندر 8 اسطوانات، عم تعطي 635 قوه حصانيه العزم بين 750 ل 800 حسب اذا انت بتشغل نظام الاوكتا الموجود على السكان السياره. طبعا هذا الموتور اللي احنا شايفينه قبل ما هو موجود على الرينج روفر سبورت الاس في، فهو اكبر نسبه قوه من هاي الشركه، وهذا واحد من الاختلافات. لكن اختلافات ما وقفت هون، في عنا اختلافات كثير كبيرة. أول شيء بتشوفوه أنه واضح السيارة دي ضخمة، عليها خلينا نحكي الفندرز اللي كثير طالعين لبرا مع جنود تجداد. هلا هذه السيارة بالتحديد اللي أنا واقف جنبها، راح أورجيكم واحدة تانية جنبي، هي خلينا نحكي الطراز المخصص للقيادة على الشارع. ليش؟ لأنه عليه الجنود اليوم 22 إنش على الإطارات اللي خلينا نحكي الأول سيزن لكل المواسم عشان تكون على الشارع. السرعة القصوى لها 250 كيلومتر في الساعة. لكن على موضوع النفخات خلينا نحكي، هاي النفخات زاد عرض السيارة ب 68 مليمتر، هذا عن طريق انه طولوا خلينا نحكي الارمز او العواميد تبعون السيارة والسسبنشن لبرا اكثر، وطبعا الجنط اعطى كمان هذا الشكل. السسبنشن بشكل عام تغير، ما في عنا خلينا نحكي عمود الستابلايزر او الستابلايزر بار او عمود التوازن، لانه صار في نظام جديد طوروه من بريطانيا، انا شفته من قبل على سيارات ماكلارين، وهالمره عم بيستعملوه باسم 6D سسبنشن. يعني كل نظام التعليق بالسياره مترابط مع بعضه، امام الخلف ويمين يسار، على موضوع انه يخلي السياره مستويه بنظام جدا جيد، لا يكون عندك ترافل اكثر او خلينا نحكي مدى في الارتكيليشن اكثر في القياده على الطرقات الوعره، وكمان بيكون في عندك ثبات على الشارع. صراحه تكنولوجيا مخيفه، واتوقع بما ان طوروها للاوكتا ممكن نشوفها على الديفندر العادي في خلينا نحكي الطراز الجديد 2025. خلينا نحكي لكم اكثر عن الشغلات اللي ورا السيارة. من ورا ما اختلفت بشكل عام، لكن صار في عنا إضافات صغيرة، وبتقدر تشوفوا كمان المنطقة خلينا نحكي الإنقاذ بلون الذهبي موجود على الخلف. على الأمام موجود نقطة واحدة أمامية بس، شوفوا لي هاي السيارة، هاي اللي كنت عم بحكي لكم عنها قبل شوي. هذه هي خلينا نحكي الطراز الأوف رود من الديفندر الأوكتا. أول شيء بتنتبهوا عليه الرنجات مختلفة، هي 20 إنش وعليه إطار 275 على 60 على 20 انش. طبعا هذه السياره نزل مستوى الحد الاقصى للسرعه ل 209 لان السياره مخصصه للطرق الوعره، لكن عليها نفس نظام التعليق. بتشوفوها اعلى بشكل عام، اعلى ب 28 مليمتر من الديفندر العادي. وكمان عليها موضوع ثاني انه السياره فيها ارتفاع مدى المي اللي بيوصلها زاد بتقريبا 10 سنتي، يعني يوصل ل 1000 مليمتر. هذا اول شيء، اول مره بيكون موجود على اي سياره، وصراحه اعلى رقم انا شفته على سيارات للشارع. شوفوا لي السنوركلز ما احلاهم، هذول السنوركلز خلينا نحكي مدخل الهواء، ولانه في 8 سلندر عندنا مدخلين هواء، عندنا واحد على اليمين واحد على اليسار، فنظامهم شكلهم حلو. انا من الناس اللي ما كنت احب السنوركل لانه موجود على الجهتين طالع شوي احلى. تفاصيل صغيره احكي لكم عنها، في التشوبت كاربن، هذا الشيء عم بيستعملوه ك خلينا نحكي اعاده تدوير المواد اللي بيستعملوها شركات التصنيع تبعون للطيران، بستعملوه على هاي السيارة كشكل جمالي فقط بس مش كأداء. من جوا الداخلية ما اختلف فيها شغلات كثير، لكن في إضافات رياضية على السيارة، أهمها إلى الكراسي المقاعد الأمامية صار فيها عليها نظام يعطيك يعزز للشعور في الموسيقى، يعني مثل كأنه في أجهزة تعطيك البيس، تعطيك خلينا نحكي الارتجاجات اللي بتخليك حاسس بالصوت غير أنك عم تسمعه يكون في إحساس فيه. موضوع التشوب كاربون كمان موجود على الداخلية، وفي عنا هي الزر الجديد اللي هي زر أوكتا الموجود على السكان أو على المقود، أول ما تضغطه بتحول النظام إنه يدخلك على نظام أوكتا، تحطها على الدايناميك على الشارع على الكومفورت. والألوان اللي بتختلف على البدالات الموجودة لأول مرة على الديفندر بتصير لونها أحمر، فهذه بورجيك قد إيش السيارة غاضبة شوي. هاي الداخلية. طيب نجي على موضوع السعر، السعر لسه مش واضح، راح نعرف عنه اقرب بشهر 7 اكيد حيكون واضح لما يطلع هذا الفيديو، لان احنا بنصورها هلا تقريبا بشهر 6. موضوع التسارع من 0 ل 100 ب 3.8 ثواني على هاي السياره،
وكمان في ضروري تعرفوا انه هذه السياره حتكون ديناميكيه اكثر من الديفندر اللي بنعرفها، يعني صار في توزيع قوه بشكل جديد، قوه ممكن تحس فيها بالخلف اكثر، فالناس اللي بيحبوا القياده راح يستمتعوا كثير بالاوكتا، وكمان طبعا حيكون لها هيبه غير شكل على الشارع. هذه هي الديفندر اوكتا، ان شاء الله بنشوفها في الاسواق وعلى الطرقات، لكن حتكون جدا مميزه. ف إذا حابين تشاركوا بحالكم بهيك سيارة لازم تلحقوا انكم تحطوا اسمكم من الناس على بكير لتوصلوا للأوكتا. هذه كانت التغطية تبعتنا من سترايف ميدل إيست، إن شاء الله بنشوفكم بالحلقات الجاية.